خلينا الأول نتكلم على أهمية أن يكون هناك نائب لرئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه النقطة من ضمن النقاط الهامة بالتأكيد. لا طبعا دي كانت نقطة مهمة جدا، وأنا كنت في أكثر من لقاء كنت شايف أن هي دي حاجة مهمة. وجود نائب لمجلس الوزراء بيمسك مجموعة من الوزارات بيضمن اولا سرعه العمل، التركيز على الملفات المطلوبه، وتقسيم العمل بشكل جيد اللي بيؤكد ان احنا سنحقق المستهدفات. النواب مختارين بعنايه، والملفات شديده الاهميه هي تقدر تقولي فلسفه وجرارات الحكومه في المرحله المقبله. يعني الجرارات الاساسيه هي هتبقى ملف الاستثمار، وده مع رئيس الوزراء نفسه، ملف بناء الانسان وده مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وملف الصناعة، وإحنا محتاجين ثورة صناعية مهمة جدا للعملة الصعبة عشان قضية إحلال الواردات وقضية التصدير وقضية الإنتاج الزراعي، ودي قضية مهمة جدا. فهو وجود إن هو في مرتكزات متعددة بتساعد رئيس الوزراء لتحقيق المستهدفات وبتساعد على التركيز، وإن هو يكون في خطة استراتيجية لكل قطاع ضامن مجموعة من الوزارات بيسر العمل، ودي فلسفة مهمة جدا زائد فلسفة المجموعات الوزارية اللي بتشتغل. وهذا هو السؤال التالي، المجموعات الوزارية الفرق بينها وبين عمل الوزارة كيف سيكون؟ لا المجموعات الوزارية دي كان من أكبر الإشكاليات اللي احنا بنقول عملية التنسيق ما بين الوزراء. يعني دايما احنا بالنسبة لنا نيجي ملف زي ملف الاستثمار، عشان يجي حد يشتغل في الاستثمار بيعدي على مجموعة كبيرة من الوزارات فبيضيع الأمر، وده كان بيأخر المستثمرين. وكان من عيوب الشغل في مصر انت فين الجهة المخاطبة؟ مجموعة وزارية بتجتمع أسبوعيا وظيفتها الأساسية مع بعض، ويكون ليها أونر، يكون ليها صاحب ملف بيخلص على طول. فهي ليها رؤية استراتيجية واحدة، وغير ان هي اجتماعها الأسبوعي ده هيؤكد تنفيذ الأعمال بشكل متتابع ودائم، ويكون في نظر على طول مفيش مشكلة لو هي في طريقها للحل. وتقسيمها كده المجموعات الستة دي هي فعلا شديدة الأهمية. احنا بنتكلم على مجموعة صناعية، مجموعة اقتصادية ودي همسكها رئيس الوزراء، مجموعة متعلقة ببناء الإنسان، مجموعة متعلقة بالسياحة وده ملف شديد الأهمية، مجموعة متعلقة بالطاقة والمشاكل اللي احنا شفناها والفرص اللي موجودة ان احنا حتى في المستقبل عايزين نجمع وزارة البترول ووزارة الطاقة عبر آليات تتكلم عنها معالي رئيس الوزراء. بنتكلم على مجموعة وزارية لريادة الأعمال، ودي نقطة خطيرة جدا انا كنت اتكلمت فيها كتير قبل كده، واتكلم فيها كثير من الناس، واتكلم فيها الرئيس اكثر من مرة، ان ملف ريادة الاعمال، ملف التعهيد، فيه فرصة كبيرة جدا للشباب المصري، فرصة كبيرة جدا للاقتصاد المصري. وجود مجموعة وزارية بتسهل معالي دولة رئيس الوزراء الشباب لما قعدوا معاه هم مش عارفين يروحوا فين، فجمع كل ده في مجموعة وزارية بتتقابل اسبوعيا، بتلتقي مع رواد الاعمال، بتساعد على حل مشاكلهم، ده بصراحة اختراق كبير جدا للواقع. ومعرفة فين الفرص الحقيقية، يعني فين الجرارات الأساسية اللي احنا شغالين عليه. لما تشوفي الصناعة ده مهم جدا، السياحة ده مهم جدا، ريادة الأعمال ده مهم جدا، ملف بناء الإنسان ده مهم جدا، ملف الطاقة وأهميته والفرص اللي موجودة في مصر واللي جاية، مش مجرد الطاقة عشان نحل مشكلة الكهرباء، وان كان ده مهم جدا واحنا شغالين عليه، ولكن احنا داخلين في طاقة جديدة ومتجددة وهيدروجين أخضر وفرص واستثمارات بالمليارات جاية لمصر في هذا القطاع، وخطط لزيادة العملة الصعبة. هو كل الكلام ده كله بيصب ان احنا بالنسبة لنا استقرار السوق المصري، فرص زيادة الدخول، الاستثمار كله مبني على قصة توفير العملة الصعبة. ازاي هنوفر العملة الصعبة؟ هتيجي لي منين؟ هي من الشكل التقسيم للمجموعات الوزارية دي اللي حصلت، اللي هي بالشكل ده. لان انا بالنسبة لي مواطن الصناعة، انا بالنسبة لي بعمل ما يسمى باحلال الواردات، فبكتفي بالصناعة المحلية بتقلل لي فاتورة الاستيراد. لما انا بشتغل على التصدير ده بيجيب لي عملة صعبة، لما بشتغل على السياحة وتوسعها بالشكل ده مضاعفة عدد السياح من 15 مليون ل 30 مليون، ده معناها مضاعفة الدخل من العملة الصعبة. في الملفات كلها لما هشتغل على ريادة الأعمال ده توفير للعملة الصعبة، لأن ده التعهيد. فالملف ده ملف شديد الاستراتيجية، ولكن واضح من الخطة اللي هي اللي موجودة ان هي متسقة وان هي مقسمة تقسيم جيد، وان هي بتلبي وفكرة ان تكون هناك خطة متناسقة هذه هامة جدا.